هل تفتش تلفون ولدك أو تفتش تلفون بنتك؟ هل تبحث من وراهم؟ لا، في شيء تسويه واحد، تأسس في قلب وفي عقل وذهن ولدك وبنتك إن الله تعالى في السماء لكن يرانا في كل مكان. الله تعالى سميع، الله تعالى بصير، ليس كمثله شيء. الله تعالى قوي، الله تعالى شديد العقاب، والله غفور رحيم. لا نعلم جانب فقط الرحمة الله غفور رحيم، ولا نعلم أن الله شديد العقاب، لأن بعض الناس يقولك بعض الناس يسوي شغلات أغلاط يقولك الله غفور رحيم الله غفور رحيم، فتأسس من نعومة الطفالة أن الله غفور رحيم بس، ولكن شديد العقاب. أسس في قلب ولدك وبنتك أن في شيء اسمه يوم قيامة. صاروا العيال ما يعرفون حرمات الناس، ما يعرفون الحلال والحرام، صاروا يعني عادي يأخذ شيء مولاه، عادي يتعدى، عادي ما في مراقبة لله تعالى. ما لكم لا ترجون الله وقارا. يا ولدي ترى في شيء اسمه يوم قيامة. يا ولدي تبين أفضحك قدام الناس؟ طيب لا تفضحنا قدام الطلبة والمدارس. مثل ما الواحد يحب أن ما حد يدري عن مشاكل البيت وأسرارهم، ولا حد ينفضح قدام الناس، حتى الولد لو دخن ولا سوى شيء ما يبي أبو يدري أو أحد يدري، الله تعالى في السماء يعلم. بل الله تعالى يجعل عملك يراه الناس كلهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله راح يشوف عملك ولدي ورسوله والمؤمنون. وجهي طالعني، الولد ينحرج يسوي شيء غلط وابوه يشوفه وابوه لأكرمه، لابوه يقول الاب للولد انا قصرت معك يا ولدي. كذلك البنت ما تبي فضايح. علموا بناتكم في شيء اسمه يوم القيامه، يوم الفصل، يوم التغابن من الغبن. البنت درست وعلى حالتها حاله، فجاه اساء الظن فيها وراحت درجاتها، مثال تشكوا انها تغش ولا تبرشم، بينغبن الولد يقول انا والله ما غشيت. الغبن يوم التغابن، لما تسوي حسنات ولا تسوي حسنات يا ولدي وتروح عليه كي ظلم تحت. لا تكون مفلس يا ولدي ولا تكون مفلسة. يا بنت تعرفي من هو المفلس؟ يا أنا استدري من هو المفلس؟ المفلس اللي يجي يوم القيامة حسنات جبال حسنات صلاة. أقسم بالله الكريم إذا أسسنا في قلوب عيالنا مراقبة الله، ما يحتاج نفتش تلفون، حتى لو سافر أزرع في قلبه. وللعلم أهم شيء، إذا هم شافوا الكبار ما عندهم مراقبة لله عز وجل، لا تدخن الولد دخل، لا تكذب الولد يكذب، لا تسوين أم تسوي، الأب لا كذا، والأب الولد شاف أبوه يمكن يكلم ورسائل مسجات غرام وكذا. فلازم إحنا نكون نعمل أولا حتى نكون تكون نصيحة تصل إلى القلب. في جماعة أسس في قلوب عيالكم مراقبة الله تعالى. صاروا عيالنا بالامتحانات يغشون، أصلا اللي ما غش منبوذ مصاحي، يا أخي شهادة غش، يا أخي الأصل الغش، إيش فيك أنت؟ الأصل كل غش، كلهم غشون عادي. صار ولدي أكل حرام يتربع الحرام، لكن ولدي أنا مميز بالناس والله ما يغش، أعرفه يقول لك ولدي وأنا أعرفه، لأن هو أسس فيه معلمه وراح أسس، مثل ما أسسنا البيت وبنيناه وراقبناه وراقبنا. علموا عيالكم إن الله تعالى بيده الأمر كله. تبي شيء لا تطلب مني يا ولدي، اطلب من الله تعالى، بس أسس فيه. إذا سويت أعمال صالحة ومهدت وعلم الدعاء وآداب الدعاء، علم التوكل، أعلم العفو والتسامح، أعلم الصبر، أعلم أنها مع الله. إذا كان مع الله الله بينصره، ولا ينصرون الله من ينصره، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احفظ الله يحفظك، أعلم أسس فيه. رسول صلى الله عليه وسلم أسس في ابن عباس، قال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا رد على الذين يطلبون الرسول من دون الله، يتوسلوا للأولياء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله يا محمد يا محمد. فأسسوا في عيالكم مراقبة الله. صار عيالنا للأسف بالشوارع بالطرقات والتيك توك وغيره ما عنده مراقبة لله. هذه المسلمين اسمه محمد وعبد الله وعبد الرحمن وكذبوا والله، شوه سمعة الإسلام والمسلمين، والإسلام ما شوه أحد، لكن هؤلاء شوه سمعة. علموا عيالكم وقبل تعلمونهم طبقوا كل شيء تسوونه قدامهم. صلى الضحى قدام، أنا أبوي الله يرحمه رحمه الله تعالى ما أنسى صلاة الضحى اللي صليها قدامي، ما أنساها نهائيا، كان يصليها قدامي وما أنسى والله العظيم إني كل ساعات ما أصلي أتذكر أبوي الله يرحمه كان يصلي معانا الضحى، أو كان يصلي قدامي الضحى. أعمل بالشيء وادعوا لعيالكم، ادعوا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. دحى 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 وأعمل، وعسى ربي يصلح ذرياتنا، يا رب تصلح شبابنا وبناتنا، يا رب تصلح بناتنا وشبابنا، يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم رب العالمين. عسى ربي يبلغكم برهم ويجعلهم أئمة مهتدين.